يعطيكم العافية أحبائنا الطلبة طالباتنا الرائعات، معكم الأستاذ محمد الطريفي مدرس مادة الرياضيات على المنصة الأولى منصة جو أكاديمي منصة المليون بخبرة 10 سنوات في التعليم. تكلمنا عن مواضيع عدة في الفصل السابق، وكانت لنا تحدي كبير بمنهاج جديد. كان هذا المنهاج يطرح لأول مرة لطلاب الصف العاشر باللغة الإنجليزية، وكان تحدي كبير لنا، وطلعنا من هالتحدي بتفوق وتميز، وكنتوا طلبة رائعين أبهرتوني بنتائجكم. السنة هاي أو الفصل القادم إن شاء الله تعالى كمان راح يكون منهاج جديد، محضر لكم مادة مشروحة بشكل مبسط وشكل سلس، بالإضافة إلى أوراق عمل راح تكون معك شهرية، ولا تنسى الاختبارات اللي راح تكون موجودة نهاية كل شهر إلك. ليش؟ لأنه هاي المادة اللي راح تاخدها في العاشر راح تفيدك في الأول ثانوي وراح تفيدك في التوجيهي، مادة أساسية، مادة قوية، أنت قدها تقدر تطلع منها. واللي راح يسجل معنا فصل ثاني راح تنزل له مادة الفصل الأول مجانا على المنصة، خطوة بخطوة معا نحو القمة. محبكم الأستاذ محمد الطريفي، يعطيكم ألف عافية.